زوزو الخليدات أو زوزو الكنارية هي أقرب منطقة إسبانية أوروبية لأقاليمنا الجنوبية، يعني المسافة ما بين طرفاي وبورتو روساريو فورتمنتورا 90 كيلومتر، ولهذا موجودة هنا منذ قديم علاقتنا تاريخية مع هذا الأرخبيل منذ قرن 18 قرن 19 وقرن 20 كانوا علاقات بشرية وعلاقات تجارية ما بين المملكة المغربية وهذا الجزر نظرا للقرب ونظرا للمغاربة ديال هذا الجزر اللي كانوا أساس، يعني كانوا قاعدة للتجارة الأوروبية وبصفة خاصة التجارة الإسبانية الموجهة إلى أفريقيا جنوب الصحراء. نحن الحمد لله موجودين هنا المغاربة 25 ألف مواطن مغربي بإقامة قانونية مغربية إسبانية عفوا، و 5000 تقريبا مغربي عندهم متوفرين على الجنسية الإسبانية. الجالية المغربية تتكون موجودة في جزيرة لاس بالماس وجزيرة تنريفة ثم جزيرة فورتمنتورا وجزيرة لانساروتي، وأفراد هذه الجالية يعملوا في قطاع الفلاحة وقطاع السياحة والخدمات قطاع العقار والبناء، وبطبيعة الحال هم موجودين في الجيل الأول هم الأكثرية، باقي الجيل الثاني أقلية، لأنه هذا العدد للمواطنين ابتداء من سنة 2000 واللي بدأت تتبان شوية الجالية المغربية هنا، ماشي مثل في الجزيرة الليبرية اللي موجودين 800 ألف مغربي تقريبا. الحمد لله كما قلت لك شرط عليك هذو المواطنين المغاربة الموجودين هون هم أنا بالنسبة لي نحتسبهم جالية مثالية، ونحن حالا وفرنا لهم بتعليمات السامية لصاحب الجلالة في خطاب عيد العرش 2015 والتعليمات ديال السيد الوزير كونا قنصلية متوفرين فيها جميع الشروط ملك للدولة المغربية، وهذه القنصلية المعايير ديالنا ديال جميع رئيس البعثة وجميع الموظفين وهو عن حقوق المواطن المغربي نعطاله حينا فوقتها ما يمنع أي حقوق إداري في جميع الخدمات الإدارية القنصلية. تقريبا المواطن المغربي ما يتفوت أكثر من ساعة في مقر القنصلية ويقضي حاجته ويرجع يعني متفائل، لأنه القنصلية يحتسبوها كلهم بيتهم اللي يلقوا فيهم العناية والمساعدة، ونحن نحتسب أن الحمد لله القنصلية السلطات الإسبانية يقولون عنها أحسن قنصلية أجنبية من ناحية كعمارة، ثانيا متوفرين فيها جميع الشروط الأمنية والشروط الإدارية بالمعايير الأوروبية والمعايير ديال الإدارة والوظيفة العمومية المغربية. زايدا على الخدمات اليومية سنويا نسختين من قنصليات متناقلة نرحل إلى الجزر اللي موجودين فيها أكثر عدد من المواطنين، مثل تنريفة نسختين من قنصلية المتناقلة من أجل أن قرب الإدارة للمواطن ومساعدة من أجل أن المكلفة والمصروف دياله نوفروا له هذه التكلفة ديال النقل وديال البيت الآخر، نظرا عن الأرخبيل متفتت على 7 جزر. في لانزاروتي نفس الشيء، نمشوا سنة كل سنة نمشوا نسختين، وفورتي وجزيرة فورتي بنتورا بقنصلية متناقلة اللي تمشي القنصلية كاملة الإدارة كلها بمصلحة الجوازات، مصلحة التوثيق، مصلحة الشؤون الاجتماعية، مصلحة الحالة المدنية، ثم البطاقة الوطنية.